من جانبه أعلن مدير ماء محافظة ذي قار أحمد طالب أن نسبة الملوحة في الأنهار المغذية لمشاريع مياه الإسالة لم تصل إلى مرحلة الخطر وهي ما زالت في المستوى الطبيعي، ويجري العمل على معالجتها وضخها للمواطنين بشكل مناسب. وقال طالب أن محافظة ذي قار لم تتعرض لتداعيات ارتفاع نسبة الملوحة على غرار ما تعرضت له محافظة البصرة مؤخرا كون أغلب مشاريعها تتغذى على شط العرب. وأضاف أن أزمة شحة المياه في دنائب نهر الفرات هي المشكلة الوحيدة التي تلتقي بظلالها على ارتفاع نسب الملوحة في مناطق جنوبي المحافظة.